لو الحكاية فيها إن فيتو عاوزين ماسك نفتح بيه منطقة الكوع والركبة، لأن المنطقة دي علشان منطقة حساسة وعند دائمة الحركة، فدايما على طول بتبقى عند جميع البنات خشنة وغامقة، فعايزين طريقة نقضي بيها على كل دوت. معلقتين ترمس مطحون، على معلقة عسل أبيض، على معلقة ليمون نص ليمونة، نعجنها كويس وندهن بيها الكوع والركب لمدة 5 دقايق، ندعك فيها جامد لغاية ما الجلد الميت دوت يطرى معانا ويتنعم وتبقى كويسة جدا.